اللايك كيعاونني بزاف باش نستمر. اليوم جاني سؤال ديال كيفاش نجيب نقط زوينين في الفروج الجايين، وفي هذا الفيديو غادي نجاوب على السؤال. وقبل ما نبدا هذا الفيديو، اي واحد عنده اولى باك علمي، عنده سيزيام علمي او لا باك حر علمي، كنصحو يشري هذا الكورس هذا اللي غادي يسهل عليه المادة ديال الاجتماعيات وتولي ساهلة ويجيب فيها انقطاط في الفروض وفي الجهاوي. اغتنموا الفرصة في هذا العرض هذا، غيسهل عليكم المادة كاملة. اللي بغاه يتواصل مع الرقم هذا ولا الرابط اللي كاين لتحت. اول حاجة بغيت نقولها هي ما كيناش نقاط زوينين ولا نقاط خايبين، كاينه واحد الحاجة سميتها السبب والنتيجة، كدير اسباب تحققوا لك نتائج. وبطبيعة الحال انت عندك مواد علمية ومواد ادبية. المواد العلمية كنصح في التمارين، التمارين هما اللي تيقويو الدماغ ديالك بالنسبة لا في الماط ولا الفيزيك ولا الاسبيت، يعني راه قد ما قويتي دوك التمارين قد ما الدماغ ديالك تا هو تيكون قوي بالنسبة لدوك المواد ولا دوك الدروس ولا. والتمارين كيكونوا بالليفل ليفلز، يعني كتبدا بتمارين سهلين شويه تدوز لشويه متوسطين شويه صعب، بحال الجيمز. دوك المواد العلميه راه بحال الجيمز، الا خدمتي هاد الطريقه كنواعدك تجيب مزيان في المواد العلميه. خدمهم على شكل جيمز لعاب، تمارين بحال ليفلز، يعني دوك المراحل او المستويات ديالك في ديك الماده مثلا ديال المات. هاد الهضره هادي جبتها من بزاف ديال الناس علميين، لا اللي كنعرف في الحياه ولا اللي كنعرف يعني في الويب، يعني العلماء والناس. بالنسبه للمواد الادبيه كنصح اي واحد انه يرجعهم على شكل وثائقيات. كتعرف الوثائقي، الوثائقي هو اللي كيعطيك واحد المجموعه من المعلومات واحد الشكل اللي زوين ومسرحي. رجعهم على شكل قصص، باغي تولي واعر في العربية صوب واحد القصص ولا مسرحيات باللغة العربية مثلا، وتضف فيهم دوك الدروس سواء الصرف والتحويل ولا شي دروس منهجية وتضفهم في ديك المسرحية. انا كنصح اي واحد عنده ميول انه يكتب روايات، يكتب روايات مثلا، وروايات كيتكلموا على احداث تاريخيه وشويه من التربيه الاسلاميه واللغه العربيه وحتى قصص اسلاميه مثلا. بكل بساطه ردوا كوثائقيات. كنتمنى تكون الفكره وصلت. نتلاقاو في الفيديو الجاي، الى اللقاء، وما تنساوش تتابعوني على الانستغرام اللي هو هذا. الى اللقاء.